كبر الغاز، قالت لنا راهو ماش نعود نقص عليكم، به باش نقص عليكم من ربع ساعة لنص ساعة معها انتظروا. اش يعني هذا؟ به يتقال كونه وقع تكذيب يعني هذا الخبر إن شاء الله. ولكن إن شاء الله. ولكن حتى كان وقع التكذيب راهو وقع التكذيب من أجل أسباب يعني انتخابية. في هاو اقتطاع، مش قاعدين نعيش وإحنا في اقتطاع الضوء في العاصمة في الحياة الشعبية. لا لا لا، هذه السياسة مش تولي سياسة ما يسمى بطرح الأحمال اللي عايشة فيها يعني مصر. أنا اليوم عملت تدوينة لأني يعني أنا استبقت الإعلان متاع المدير العام متاع اللي أعلن على القطع هذايا في جملة جاءت في بيان مجلس إدارة البنك المركزي. هاي عشيش أعطيها لنا عشيش هذه الصورة تقرأوها مع بعضنا. به شو تقول؟ ولولا استمرار اتساع عجز الطاقة الذي ارتفعت حصته من العجز التجاري من 57.8% في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 23 إلى 77.6 خلال نفس الفترة من العام الحالي، لكن الميزان التجاري قد حقق فائضا. فاستنيني نعم. والله سريعا خليها الجملة، خليها قدام السادة المشاهدين. به أنا قريت الجملة هذه يا حسين، قعدت يعني قعدت داش، هذه ما هيش جملة علمية، هذه جملة انطباعية، جملة عاطفية. يعني أنت تقول لو يعني لو كان نزيدوا نضغطوا على العجز الطاقي رانا العجز الجاري حققنا فيه فائض. يا أخي أنت دولة قادرة باش تعمل فائض في العجز الجاري متاعك؟ يعني من الجمل المستحيلة باش تتحقق في بلادنا. يعني كي قريتها أنا أصابني الفزع، هاي التدوينة اللي عملت. نعم شفتها. نعم أصابني الفزع أنا كيف قريتها، لأنه شو محلها من الأعراب؟ يعني وقتاش نسجلوا فائض هوني؟ يعني يقول لك العجز الطاقي كنا من فوق 50% عم ناول، توا وصلنا 77، وهو يحب يحقق فائض. كيفاش تحقق الفائض؟ بالتقليص من توريد الطاقة. ريت الجواب منه فيها. نعم يعني اي، وكي تقلص انت من توريد الطاقة يعني ما تجيبش حاجيات البلاد هكا، ولا حصة المواطن قل في ظل الضغط. اذا الكميات اللي باش توزعها كما عشنا مع المواد الأساسية اللي قلصنا من توريدها، من سكر، من زيوت نباتية، من حبوب، وعاش المواطن المرحلة هيك، وقتها حملنا مسؤولية لشكون؟ هي الدولة ما تجيبش ما عندهاش فلوس، حملنا المسؤولية للمحتكرين والخبيث اللوبيات. واتضح نعم، واتضح في الاخر كونه ماشي صحيح. اليوم بالنسبة للكهرباء ما تجيش تحملها للمحتكرين هكا والا نعم. لا دونك شو نقولوا؟ نقولوا يلزمنا نحققوا يعني فائض ونحميوا العجز بتاع الميزان الجاري ونقلصوا من العجز الطاقي. اذا باش نقلص من التوريد، باش نقلص من التوريد الانعكاس نتاعو كونه المواطن ما عادش ياخذ حاجياته. كيفاش ما عادش ياخذ حاجياته؟ من خلال ممارسه المنظومه ما يسمى بمنظومه الطرح الاحمال. في مصر يسميوها تخفيف الاحمال. مصر سبقتنا في عديد يعني الكوارث اللي فرضها عليها صندوق النقد الدولي، وقاعدة عايشين اليوم في مصر. اليوم القطع الكهربائي كان نصف ساعة ولا ساعة ولا ساعتين، ويقولوا توا حتى هي في ثلاثة ساعات. تعرف شو صار يا حسين؟ نعم. عديد الموتى اللي يموت في الأسانسير، اللي يموت في قاعة العمليات، العباد في ديارها يعني في هذا الحر الشديد اللي عايشينه، الكليماتيزور يعني يتسكروا، ما تعرفش عليه الوقت اللي مش يقص عليه. يعني اذا يوميا ويحكي على الدوره الاقتصاديه وانتاج الفلوس والدجاج والصناعي، كل شيء كل شيء. احنا في تونس باش نمشيو للمرحله هذه، التجربه المصريه الملهمه لعف التحسيس كوالها سابقا صندوق النقد الدولي. هذه سياسه التقشف نتاع صندوق النقد الدولي، وكل دوله تجيب المبررات، كل حكومة تجيب مبرر. احنا شنو المبرر اللي أعلن عليه السيد بتاع المدير اللي أعلن على الهدايا؟ قال كونه باش نوفق ما بين العرض والطلب. يعني إذا كان جاء الطلب أكثر باش نحافظوا احنا على
المنظومة كاملة باش نقصوا يعني ونعملوا القطع الكهرباء لمدة يعني ما بين 15 و30 يعني دقيقة. في 4 سنوات يا جنات نخرج من 50 ل 77 عايز طاقي كارثة كارثة. هذي علاش يقول القايل كيف عندك يعني حاجة أكثر للطاقة ماك باش تزيد تنتج وإلا لا، في المقابلة عندك صفر إنتاج يا حسين، عندك عجز طاقي في ارتفاع وعندك نسبة نمو صفرية ما تستقيمش زادة. راهو التجربة المصرية الملهمة لعفتاح السيسي، الأخ عفتاح السيسي لا يقولها بخير بودن، ما جابهاش هو سياسة، لا هونيا اللي زدنا نوضحه. بودن قال تكذب عليها، بودن قال الكلام هذا. لا عفتاح السيسي ما هوش هو اللي جاب السياسة، صندوق النقد الدولي قاعد يطبق بحذافيره أما كيفية الإخراج نتاع البرامج عملها على طريقة عبد الفتاح السيسي. احنا الاخراج متاعنا قالوا كونه راهو باش يقع ذروة وطلب يعني قوي في الصيف، راهو رانا اليوم باش نستعدوا باش نحافظوا على التجهيزات متاعنا باش نتخذوا ونطبقوا وشنوضعوا المنظومة متاع طرح الاحمال. واذا كانت وتمت صبح على مصر بجيني، ما هذا ولا صبح اذا كان إذا كان وقع يعني التكذيب، وأنا أقول التراجع وليس التكذيب، فذلك لأسباب انتخابية بحتة فقط. أما إحنا جايينو باش نمشيو باش نمشيو. التجربة المصرية الملهمة، لا خبز لا مقرونة لا دواء لا ماء لا ضوء، يا معذبهم. شكرا جزيلا جنات عبد الله، والله برشا مواضيع حكيناش فيها، لكن إن شاء الله احنا متعودين بالسخانه، رانا متعودين الشعب التونسي بالسخانه والبحر والدلاع. في امان الله. السلام عليكم، بدايه الاسبوع نتقابل ان شاء الله في امان الله.